بس ما تعرفيش انا جت عرف عمل ايه وخدوه الاسم ليه. ربنا يجعله خير يا حاج، علم علمك والله. طب يا بنتي يلا اتكلي على الله، انت روحي. لا اروح ايه، انا هقعد معاك مش هسيبك لوحدك. وانا هيجرى لي ايه؟ بس كل خير ان شاء الله. فكرك عرفه يعني عمل ايه؟ هيكون عمل ايه بس يا حاج، العلم عند الله. طيب انا هسالك سؤال وتردي عليا بصراحه من غير ما تكذبي. سؤال ايه ده يا حاج؟ اللي زي عرفه ده ممكن يتهدي ويتصلح حاله زي ما وعدنا، ولا كلام في الهوا وخلاص؟ كلمي، ما تتكسفيش مني. ابقى بكدب عليك يا حاج لو قلت لك ان هو صادق، وانا ما تعودتش اكذب، وبرضه مش عايز اظلمه واقول ان هو كذاب، عشان العالم بالقلوب ربنا سبحانه وتعالى. يعني في الاخر مش عايزه تقولي لي عقاد نافع؟ ها اروح اشوف شغلي انا بقى. لا والله ما انت ماشي. الله، المشتل محتاج شغل كتير. وماله يا حاج، قول لي على اللي انت عاوزه وانا اعمله لك، وخليك انت مستريح. ربنا يريح قلبك يا بنتي. يلا بينا. حاضر. استعنى على الشقه بالله. عارف عبده، انا لو ما كنتش استنجدت بالناس وقلت يا ناس الحقوني كانوا زمانهم مقطعينك حته. ده في واحد زي الشحط رايك كان هيفلق دماغي بالسطور اللي معاه ده ولا السنج اللي معاه دي. على فكره انا اللي بلغت الاسعاف، مش هيعدوا بيها. اعرف مهما حصل انا برضو لسه عبد اللي عمره ما هيسيب حقه. الناس دي عملوا معاك كده ليه؟ مش عارف، ما فيش بينه وبينهم اي حاجه اعرف. اكيد في حد زقهم عليا. حد زي مين؟ لسه ما تاكدتش، بس لما اتاكد هدفعه الثمن غالي قوي. اهدى اهدى، خليك في اللي انت فيه. لما تقوم بالسلامه اعمل اللي انت عاوز تعمله. بس بقول لك يا عرفة، انا مش عايز حد في الحته يعرف اللي حصل، عشان انا ما حدش يشمت فيه. اطمن اطمن يا عبد، انا كمان مش عايزك تجيب سير بالموضوع ده خالص. طبعا انت عارف ظروفي، الموضوع ده ممكن يفتح عليا قلق، انا مش عايز اخش منطقه القلق دي. ماشي عارف، انا هبعدك عن الموضوع ده خالص. طيب انا هبعد عليك مره تانية بقى، مش عايز حاجه ولا ايه؟ لا اعرف، متشكر قوي. طيب انا هبلغ سالي، ما هي برضه مراتك. مش عرفك انها لسه ما تعرفش؟ قصدك ايه؟ مش يمكن تكون هي ورا كل اللي حصل؟ سماح، ممكن تكون ورا اللي حصل؟ معقول انت شاكك فيها للدرجه دي؟ هي لسه سالي، بس لو اتاكدت اعرفها ان هي ورا اللي حصل هعمل فيها عمايل، هخليها تتمنى الموت وما تطلوش. طيب. طب الاذن انا أفضل من الشهد الذي نختاره لأنفسنا. وأنا راضية، راضية بكل تختاره لي يا رب، وبشكرك على كل حال وفي كل حال. بس يا رب حنن قلب ولادي علي، واكتب لي يا رب إني أكمل اللي بقيلي في عمري في بلدي وسط أهلي وناسي اللي بحبهم وبيحبوني، بشفاعة أم النور مريم. يا رب خليك معايا وحافظ على الولاد، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. Thank you.
لا ما تقلقيش، انا خلاص اقنعتها بموضوع البيع ده وهيتم ان شاء الله قريب. وبالنسبه للسفر انا عامل خطه كده في دماغي هتخليها تسافر من غير اي قلق. طب سلام بقى دلوقتي. سلام على العم. سلام. اختك دي بقى اللي انت بتكلمها؟ ايوه. وبديتها ليش ليه؟ قالت لي اكلمك تاني. وهي عامله ايه؟ زي الفل، الحال ماشي معاها تمام. يا راجل، هي كانت بتشتكي لك، بعديها على طول ربنا فتح عليها من واسع وكل مشاكلها اتحلت، وبتقول لي ان احسن حاجه عملتها انها سافرت لانها فعلا حست بالنجاح. ايه؟ هو انا اللي بعمله في الناس هيتعمل فيا؟ بتقولي ايه؟ ولا حاجه. فالح انت واختك، بس اهي دقنا اهي، ان شفته خير غير في البلد دي ابقى تعالى قابلني. بجد يا ندى، بجد كنت هتجنن واشوفك. ما انت عارف الظروف يا امير. المشكله ان انا عارف الظروف، عشان كده فعلا كنت هتجنن واشوفك. عارف انا حاسه ان انا في كابوس، ومتاكده ان في حد هيجي يصحيني منه، ولا ان مفيش اي حاجه من اللي حصلت لي دي حصلت. يا ريت فعلا ما يبقاش في اي حاجه حصلت يا ندى، بس صدقيني لازم تعيشي الامر الواقع عشان تعرفي تتعايشي مع الحياه. بحاول بحاول يا امير. طب انتي عايز تحضري المحاضرة الجاية؟ والله أنا لو عليا أنا مخنوقة ومش عايزة أعمل أي حاجة، أنا بفكر أروح. طب إيه رأيك تديني فرصة أخرجك من الخنقة اللي أنت فيها دي؟ إزاي؟ مفيش، هنروح أنا وأنت نقعد في مكان هادي كده هيهدي أعصابك جدا. مش هينفع يا أمير. يا ندى، يا ندى أرجوك اديني فرصة أحاول أساعدك بيها. أمير أرجوك بلاش تصمم. لا يا ندى بقى أنا مصمم، إلا إذا بقى لو مش أنا الشخص اللي أنت بتتمنيه. أرجوك يا ندى، أرجوكي ما تعنديش مع نفسك أو معايا، صدقيني انتي محتاجاني زي ما انا محتاج لك بالظبط. طب بص هقول لك على حاجه، اول لما تقولي لي عايز امشي هنمشي على طول. طب يلا بينا. زي ما قلت لك اكيد الجزء ده هيتلغي من المنهج. يا خساره يا عم، ده خد مني وقت طويل قوي. عشان تبطلي تذاكري زي الموس وتمشي معانا واحده واحده. اهو قروكم ده هو اللي جابني لورا ومجهودي كله راح على الفاضي. سميه سميه. ايه يا باسم ما تيجي؟ لا تعالي انت انا عايزك. طيب حاضر عن اذنك يا عم. اتفضلي احجز لك جنب في المدرج ما تتاخريش. طيب باي باي. ايه ماله الواد ده دايما لازق لك كده ليه؟ ايه لازق لك دي؟ وبعدين ده زميلي عادي يعني ان احنا نقف مع بعض شيء طبيعي. امال ايه احجز لك مكان جنبي في المدرج وما تتاخريش؟ ايه في ايه مالك؟ هو ايه اللي مالي؟ انا ما بحبش السخافات دي، الواد ده لازم يقف عند حد، ولو انت ما بتعرفيش تعملي كده انا اعرف اعمل كده كويس قوي. ايه الكلام الفارغ ده؟ انا عمري ما بخلي حد يتعدى حدوده معايا، وانت عارف كده. ما ده اللي مجنني، اذا كنت تبقى متحفظه معايا انا، يبقى مع واحد زي بقول لك ايه؟ ما تكملش، واضح ان انت مش عارف انت بتقول ايه. ليه مجنون ولا بيتهيألي؟ ما انا واقف وشايف كل حاجه بعينيا. مش هرد عليك، عن اذنك بقى عشان الحق محاضراتي. تلحقي محاضراتك ولا تلحقي الاستاذ اللي حجز لك مكان جنبه؟ لا، انت اكيد ما انتش طبيعي النهارده، انت مجنون، انا رايحه محاضراتي، عن اذنك.